أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الثاني second exercise تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. المثال the example الطالب الأول first student. أهلا وسهلا welcome. أي خدمة. How may I help you? الطالب الثاني second student. أريد I want قميصا a shirt لو سمحت please. أريد قميصا لو سمحت. I want a shirt please. الطالب الأول تفضل القميص please take the shirt. الطالب الثاني شكرا thanks. Read the example. Okay, read it. Yes. Okay. المثال طالب الأول أهلا وسهلا أي خدمة أريد قميصا لو سمحت تفضل القميص شكرا Okay. Just hold for a Okay. minute. Okay, Yasini, Yes. you are first. Samia, you are second. Okay. أهلا وسهلا. Samia, do you Assalamu hear alaikum. us? وعليكم Yes, السلام. sir. Sir, he didn't complete the sentence. أي Yes. خدمة؟ ياسيني completed. اوكي اهلا وسهلا اي خدمه خدمة خدمه اريد قميصا لو سمحت أريد ثوبا ثوبا اوكي اريد ثوبا لو سمحت تفضل ثوبا تفضل كذا للثوبة تفضل الثوب شكرا أهلا وسهلا أي خدمة 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 أي خدمة أريد قلم لو سمحت تفضل القلم شكرا أهلا وسهلا أي خدمة 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 أريد أي دفتر أي خدمة أريد دفتر لو سمحت دفترا دفترا أريد دفترا لو سمحت تفضل دفترا تفضل لد دفتر تفضل الدفتر شكرا أهلا وسهلا أي خدمة أريد معجما لو سمحت تفضل المعجمة شكرا التدريب الثالث third exercise تبادل الحوار مع زميلك. Exchange the dialogue with your colleague كما في المثال like in the example. المثال the example الطالب الأول ماذا تريد what do you want. الطالب الثاني أريد كتاب القراءة I want book of reading I want reading book. الطالب الأول هل تريد شيئا آخر do you want anything else. الطالب الثاني لا وشكرا no and thanks. Samia, you are first. Yasini, you are second. نعم. Okay, sir. ماذا تريد؟ أريد كتاب القواعد. قراءة. هل تريد شيئا آخر؟
لا وشكرا. No, next. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أريد طبق البيدي. كتاب القواعد. Oh, I said it. كتاب القواعد. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. ماذا؟ Okay, continue. I'm the first. Third. Yes. شكرا. أريد شكرا. وماذا تريد أيضا؟ أريد شاين. تفضل. هذا المطلوب. 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 المطلوب 60 ريالا. تفضل، هذه 60 ريالا. Samia is female, so you better say تفضلي. تفضل. تفضلي هذه 60 ريال. أوكي. تفضلي هذه 60 ريالا. أريد بيضا. وماذا تريد أيضا؟ أريد ملحا. المطلوب 30 ريالا. 30 ريالا. المطلوب 30 ريالا. تفضلي هذه 30 ريالا. أريد لحما. وماذا تريد أيضا؟ أريد أرزا. المطلوب 70 ريالا. تفضلي هذه 70 ريالا. الجيب الخامس. Okay, let me check. There are new 79 lesson. التدريب الخامس. أجري حوارا مع زميلك حول الصورة. Start a dialogue with your colleague about the picture. So Miss Samia, you جي need سر. to buy the book العربية بين يديك. So you will visit the shop and you will ask Yasini what is the price for all 6 volumes of Al-Arbiyatu Bayna Yadik. First, you will ask him how many volumes are in this book, what is the price of each volume, and what is the total price of all volumes. Okay? Okay, sir. Yasini, welcome her to your shop. Okay. Start, Yasini. Welcome. How I start. Yes. Okay. أريد كتابا. No, no. It is your shop, so you will welcome her by saying, "Welcome. How okay. may I help you?" Okay. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أي أي خدمة؟ خدمة. 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 أي خدمة؟ أريد كتابا العربية بين يديك. هذه كتاب العربية هذا بين يديك. كتاب اسمه العربية بين يديك. هذا كتاب اسمه العربية بيدك. بين بين يديك. كم volumes کا کیا ہوگا سر؟ کم كم جزءا؟
كم جزءا؟ كم جزءا؟ لهذا ستة الكتاب؟ جزء، خمسة جزءا. كم جزءا في هذه؟ لهذا خمسة، الكتاب كم جزءا في خمسة جزءا؟ comes. No, خمسة. it does not have 5 Jews. It has, Six volumes. we can say either 4 parts or we can say 8 parts. Actually, it has 4 parts and each part is divided into 2 parts. So we can say له أربع أجزاء. له أربع أجزاء. كم كم ثمنه؟ What is the price of this book? What is the price? كم ثمنه كم ثمن كم ثمنه؟ أوكي، كم ثمنه؟ or you can say بكم هذا الكتاب؟ بكم بكم هذا الكتاب؟ بكم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب بال80 ريالا. ب80 ريالا. ب80 ريالا. Now, Miss Samia, you are visiting another shop and you need to buy onion, tomatoes, mutton, these 3 things. Yes. Yasini, welcome her Okay. to your shop. Okay. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أريد بصلا وطماطم ولحما. هذه طماطم ولحما وسمكا. في كم بكم بكم هذه الأشياء؟ بكم هذه الأشياء؟ هذه الأشياء بال90 ريالا. ب90 ريالا. اوكي. أوكي، ب90 ريالا. تفضل. You need to give him the money, Samia. أوكي سي. تفضلي. تفضل. مي از ميل. أوكي، تفضل. هذا، هذه هذه سما 90 ريالا. Yes, 90 ريال. شكرا. Miss Samia, you will visit his shop and this time you need to buy a white shirt and a blue shirt for your husband. Soon start. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أريد قميصا، من فضلك. أريد قميصا، اوكي. أريد قميصا، دو شرسين، أريد قميص، أريد قميصا. أريد قميصا. ياسيني ask her which shirt do you want. أوكي. أي قميص؟ أي قميص؟ أي أي قميص قميص؟ تريدين؟ أي أي قميص؟ قميص تريدين؟ أريد بيضا، أريد أريد قميص بيض، الأبيض أريد قميصا أبيض، والقميص الأزرق. أزرق. أريد قميص الأبيض والقميص الأزرق. هذه قميص الأبيض وهذه قميص الأزرق. هذا هذا قميص. هذا هذا القميص. قميص الأبيض وهذا قميص الأزرق. بكم؟ هذه ب80 ريالا. هذاني هذان أيضاني. ب80 ريالا. تفضل، هذا 80 ريالا. هذا شكرا. 80 ريالا. هذا شكرا. 80 ريالا.
شكرا الوان شكرا. التاسية التسوق شوبينج الدرس الثمانون 18th lesson علي شيري إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. read this paragraph. تادي ريب. This read this paragraph. اوكي. مالك ذهب إلى السوق. إلى السوق. إلى السوق. هو لانا هو في لانا. هو لانا في قسم اسم الأسواق. أو قسم الأسواق. هذه أسواق جميلة جدا. جميل. هذا ثوب أسرق وثوب الأصفر بثلاثين هذا ثوب أبيض. وهذا ثوب الأبيض وهذا ثوب الأصفر ثوب ثوب أصفر. ثوب اوكي ثوب أصفر ثوب لأسرق. الثوب يس الأزرق. الثوب أسرق. يس بونا ب70. بسبعين ريالا. وثوب لأبيض أكون سيدا سعيد ب90 لأبيض. ريالا. يس بس ب90 أو بسين ريالا وثوب ب90 بسعين ريالا. وثوب لأبيض والثوب الأصفر no this the last one after that one after ريالا وثوب لأبيض ب90 ريالا. okay بسين okay it has cut it is cut بسعين ريالا next. لأصفر. اوكي ب30 ريالا. اوكي ب30 ريالا. ماذا تريد مالك. مالك لا يريد ثوب الأبيض ثوب الأبيض كثيرة جدا. ب90 ريالا. No, it. That place, I couldn't see that place. It is okay. Let me see it. It's okay. Sorry. Riyalan. Ada kesiro jiddan. مالك يريد ثوب الأصفر ثوب الأصفر ب30 ريالا. اوكي إيسا هم بيسا. افتس answer these اوكي questions. وعليكم السلام. أين الملك الآن؟ yes الملك السوق. هو الآن في قسم الأسواب.
في السوق في قسم الأثواب، بكم الثوب الأبيض؟ الثوب الأبيض ب90 ريال، بكم الثوب الأزرق؟ الأزرق ب70 ريالة، بكم الثوب الأصفر؟ الثوب الأصفر ب30 ريالة، ماذا يريد الملك؟ الملك يريد الثوب الأبيض. الثوب الأسود، يريد الثوب الأصفر. نعم، الملك يريد الثوب الأصفر. مس سامية، السلام عليكم. وعليكم السلام. Repeat what you hear. الوحدة التاسعة، التسوق، التسوق، الدرس الثمانون، الدرس الثمانون، سوري، some problem with the audio. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولاً القراءة. أولاً القراءة. التدريب التدريب.